بعد المباركة والرعاية السامية من لدن حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي لتأسيس مركز الكويت الوطني لأبحاث الفضاء اللي يسمونه كويت نسرك، ليكون أحد المراكز العلمية التابعة لمؤسسة الكويت التقدم العلمي. هذا يأتي تأكيدا لمكانة الكويت كدولة رائدة في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء بناء على مساهمتها التاريخية في ذلك المجال من الستينات، والنجاح اللي حققه مؤخرا القمر الصناعي كويت سات 1. حظى حفل الإعلان عن تأسيس المركز بحضور سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح حفظ الله، وسمو الشيخ أحمد العبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة. وقد وجه حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظ الله ورعاه المؤسسة في هذا الحفل إلى بناء قدرات وطنية قادرة على تصميم وإدارة وتشغيل المشاريع الفضائية الكويتية وترسيخ مكانة دولة الكويت على خارطة الإنجازات العلمية والتقنية إقليميا ودوليا. وبارك سموه قائلا: نقول لهذه الكوكبة المتميزة من أبناء وطننا العزيز، سيروا على بركة الله في دروب العلم بعزيمة قوية وخطى وثابة، تتحقق بكم طموحاتنا الكبيرة وآمالنا العريضة بأن تكون دولة الكويت في طليعة الدول المتقدمة في البحث العلمي وخدمة الإنسانية. طبعا يأتي تأسيس هذا المركز الحيوي اللي يتم بالتعاون مع جامعة الكويت نظرا للنمو السريع اللي تشهده صناعة الفضاء العالمية ولمواكبة المستجدات في مجال استثمار فرص النمو في قطاع الفضاء المزدهر، إضافة إلى تحقيق تطلعات البلاد إلى تعزيز التقدم العلمي والابتكار التكنولوجي. وتسعى المؤسسة لأن يكون مركز الكويت الوطني لأبحاث الفضاء مركزا للابتكار والتميز البحثي، ومؤسسة رائدة تهدف إلى تقديم مساهمات في صناعة واقتصاد الفضاء العالمية وخلق فرص استثمارية تدعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، مؤكدة على أهمية دور المركز في تعزيز الهوية الوطنية وبناء القدرات واستثمار الطاقات وتطوير مناهج البحث والأدوات العلمية والمعرفية. طبعا من جدير بالذكر أن جهود الكويت في مجال الفضاء ترى بدأت من عام 1963 لما شاركت في مؤتمر الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية فيما شكل انضمام الكويت إلى لجنة استخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية في عام 2021 لحظة مهمة في تاريخها في مجال استكشاف الفضاء، إذ أكد التزامها باستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية والتعاونية، وألهمها إطلاق مشاريع تظهر قدراتها في مجال الفضاء وتطوير القدرات الوطنية المعنية بهذه الصناعة الحيوية. راح أرحب في ضيوفي اللي موجودين اليوم معاي في الاستوديو، وأهلا وسهلا فيكم، حياكم الله، ساعة المباركة. دكتور فهد شلونك؟ الله يسلمك. دكتور ناصر شلونك؟ والله الحمد لله بخير. أنفال ولا هدى؟ شو أقول؟ أنفال. أنفال ها؟ كله ينادونك هدى، إيش فيهم يغلطون باسمك ها؟ شلونك؟ الحمد لله. شو أخبارك؟ وخردي عدل؟ إيه أهلا مهد، شلونك؟ شو أخباركم؟ طيبين إن شاء الله؟ نبدي وياك. أنا الحين تكلمت عن المشروع، علمنا شنو المشروع هذا؟ اولا امسي عليك بالخير بمشاري والمشاهدين، يعني تفضلت بمقدمه رائعه جدا تكلمت فيها عن تاريخ الكويت في قطاع الفضاء. الكويت فعلا لها ارث خلينا نسميه دبلوماسي في قطاع الفضاء، في مشاركتها في المؤتمر الاداري للاتحاد الدولي للاتصالات بالستينات، بس استمرت هذه المسيره الدبلوماسيه في توقيع العديد من الاتفاقيات سواء مع الامم المتحده او مع الجهات العالميه الاخرى المتعلقه بالفضاء بالستينات والسبعينات وصولا الى القرن ال21. بس ايضا لنا ارث اخر فيما يتعلق بقطاع الفضاء بالتكنولوجيا من خلال محطه ام العيش. انا يمكن ما لحقت على محطه ام العيش في عزة. بتكبرني بتكبرني ما تعرف متى، بس عشان قلت لك انا شفت محطه ام العيش والله انا الامانه ما لحقت عليها، بس لما استوعب ان هذه المحطه كانت شغاله من نهايه الستينات وبدايه السبعينات صحيح، وان وكاله ناسا
كانت تعتمد عليها في دراسة القمر أي. صراحة أنبهر أن هذا شيء حدث صح. في بداية السبعينات صحيح. فأيضا عندنا إرث تكنولوجي وأيضا بحثي. الكويت لها إسهامات كبيرة في مجال أبحاث الفضاء من مختلف الجهات البحثية، وأخص قسم الفيزياء في جامعة الكويت أي. عندنا مشاريع تدرس المناخ في الأرض، تدرس جودة التربة والهواء مثل مشروع إيرونت وسماب اللي هو بالتعاون مع وكالة ناسا الأمريكية، وأيضا عندنا مشروع اللي هو نسميه ميون تلسكوب اللي هو تاب اللي يدرس طقس الفضاء، هذا بالتعاون مع اليابان في شبكة عالمية تشمل البرازيل وإستراليا والكويت، 4 دول فقط، الكويت واحدة منهم. هذا أيضا موجود عندنا في كلية العلوم في جامعة الكويت، ما زالت الأبحاث فيه مستمرة. فطبعا آخر شيء مثل ما تفضلت عندنا مشروع كويت سات اللي نجح في بناء قدرات وطنية. فإحنا الآن في المرحلة اللي عندنا أبحاث فضاء، عندنا شباب قادرين على إدارة المشاريع الفضائية. فأتى هذا الإعلان عن مركز الكويت لأبحاث الفضاء، مركز الكويت الوطني لأبحاث الفضاء اللي إن شاء الله راح يمهد المستقبل لنا ولأبناء الكويت. قبل لا أروح بالأسئلة بس أبي أعرف، يعني أنت دكتور فهد دكتور شنو وين؟ أنا دكتور في قسم الفيزياء في جامعة الكويت، عندي دكتوراه في الهندسة النووية، وفي مجال الدكتوراه اشتغلت في مجال إشعاعات الفضاء، ومكمل هذه المسيرة الحين في الجامعة. دكتور ناصر شنو وانت وين؟ يعني لو بقول لك دكتور في جامعة الكويت اي قسم الفيزياء، قسم الفيزياء، ودكتوراه في الهندسة النووية. كفو والله. الحين الصبايا انفال انت شنو؟ أنا طالبة ماجستير حالياً، عندي بكالوريوس علوم بحار من جامعة الكويت. علوم البحار؟ ما شاء الله. وين الحين تشتغلين؟ هم الحين جامعة الكويت، أنت وين؟ أنا طالبة فولت. أنت طالبة؟ أنت تخرجتي بعد؟ أدرس ماجستير. ماجستير في علوم البحار؟ لا. ها؟ أدلة الجنائية. أدلة الجنائية؟ بالله أنا شفت شك فيها هذا من علوم البحار للأدلة الجنائية. زين. مهندسة ميكانيك موظفة بوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة. أوكي طيب، ودي أصعد صوتهم بعد، شو أسوي يستحونهم شو أسوي فيهم؟ زين شنو علاقتكم في الجمعة هذه؟ هم شنو متطوعات ولا شنو بالضبط أنتم؟ إحنا نعتبر اللي هو الفريق اللي قاعد يشتغل على كويت سات 1، وإحنا كنا متطوعين بالمشروع نفسه. أنتم اللي قابلتكم أول على كويت سات 1، فأنتم الحين قاعد تتابعونه؟ أي تتابعون التصوير وانه يفتر مدار والامور هذه كلها. اي الفريق هو اللي يشتغل عليك. ومها ايش تسوي؟ انا من الفريق التقني. صوتك انا من الفريق التقني، احنا نراقب القمر الاصطناعي والمحطه الارضيه أي. ومن خلاله ان احنا ندز ونستقبل البيانات. اوكي على ما ارجع لكم ابي الفوليوم شويه 5، ارتفع صوتكم شويه. ها دكتور ناصر شو وينك؟ شو اخبارك؟ والله الحمد لله طيب ان شاء الله. نحمد الله. الحين هذا اسبوع الفضاء العالمي عدل صحيح. اللي دش يعني صحيح. الكل قاعد يتكلم عنه صحيح. وانا سعيد ان انتم جايين في 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 هذا الاسبوع. نبي نتكلم عن الاهتمام في علوم الفضاء، شنو ممكن تقول؟ انا اول شيء خلينا نبلش شنو اسبوع الفضاء العالمي. يلا. وهو اسبوع الفضاء العالمي اكبر فعاليه تصير عالميا متعلقه بالفضاء. اي الامم المتحده قالت ان تاريخ 4 لتاريخ 10/10 هذا يعتبر اسبوع الفضاء. كل سنه يكون عندهم موضوع معين يتكلمون عنه. موضوع السنه هذا يتكلم عن الفضاء والتغير المناخي. هدف أسبوع الفضاء هو تسليط الضوء على أبحاث الفضاء، اهتمام الناس بالفضاء، ليش الناس لازم تهتم بالفضاء، شلون إحنا نستفيد منه. فدورنا إحنا أن نوعي الجمهور على الأبحاث اللي إحنا قاعد نسويها في مجال الفضاء، والأهم من ذلك أن إحنا لازم على قولتهم نشعل الشغف بالجيل الصغير، نقول لهم أنه ترى كل واحد فينا يقدر يدش في مجال الفضاء. مثل ما سمعت تخصصات، ما في تخصص واحد حق الفضاء. انت احنا نبيهم يدشون تخصصات الستم اللي هو الساينس، العلوم، الهندسه، الطب، الرياضيات. نبي اي واحد بهالتخصصات هذه وحتى في تخصصات ثانيه انه يقدر يساهم في ابحاث الفضاء. يعني بنقول حق الكل، يعني هي كونها علوم البحار انفال بالضبط. تقدر تشارك وتشوف بالضبط. ابحاث معينه عن طريق الصور مالت الساتلايت مال كويت سات 1 على بحر الكويت بالضبط. بالضبط. وايضا ميكانيكلي مها عدل باش مهندسه مها عدل تقدر تساهم بالضبط. انا بس يعني ترى وجود مشروع مثل هذا في الكويت او اطلاق المشروع في الكويت ترى هذا يحسسنا بالفخر. صح. فيعني انا عشان كذي يعني
وايد استانس لما شفت المشروع انطلق وناطر الخطوات القادمه ان شاء الله. بس اعضاء فريق كويت سات 1 متى تم انشائه؟ كويت سات 1 المشروع نفسه كان بدعم كامل مؤسسه الكويت التقدم العلمي في 2019. نعم. احنا شهدنا اطلاق القمر الصناعي في جامعه الكويت كان يذكري كان تاريخ 3/1 سنه طافت صفقته اول ناس قاعدين اوكي ناس دموع في ناس دموع انزين مها في طريقه للتواصل مع القمر يعني شلون تواصلوا مع القمر الكويتي؟ نتواصل مع القمر الصناعي عن طريق المحطه الارضيه اللي بنيناها بجامعه الكويت كلية العلوم. أنتم بنيتوا محطة أرضية في جامعة الكويت؟ إي 2022 بنينا المحطة قبل لا يتم إطلاق القمر الاصطناعي. عافية. إي ومن خلال البرامج تتبع الأقمار الاصطناعية نقدر من خلال نعرف متى راح يمر على الكويت ومتى راح يصير في تواصل عشان نقدر إن إحنا نتواصل معاه فندس الأوامر ونستقبل منه البيانات والصور. هذا كله مع الدكتورة هالة الجسار ولا أحد ثاني عدل؟ آمين. مشاري يسألها أسئلة صعبة ترى حتى انت صوتك خافت يا معود ايش فيك انت؟ اعطوني فوليوم 5-6 ايه؟ حاضرين قول لي اقول لك مشاري ترى فريقهم فريق التقني فريق شاطر متمكن بعلوم الفضاء والاقمار الصناعية ما دام صوتها ثلاثة اكيد اي اسألها أسئلة صعبة يلا اسألها سؤال عن القمر الصناعي راح اجاوب روح جو اهيد جو اهيد القمر الصناعي الحين متى تطفون الكاميرا اللي فيه؟ لما الاجواء تصير غير مستقرة بالفضاء فلازم ان احنا ما نشغل الكاميرا نطفيها علشان لا يأثر على القمر الاصطناعي. كم مرة يدور حول الأرض؟ 4 مرات، مرتين الصبح ومرتين بالليل. شو رأيك بسألتي؟ عجيبة ها؟ أنفال شلونك؟ أنفال أنت وفريق كل واحد له دور، ودي أعرف فريق التطبيقات شنو؟ فريق التطبيقات عادة يكون في اللي هم التخصصات العلمية العلوم. واحنا عادة شغلنا يبدي لما الفريق التقني يستلم الصورة من القمر الصناعي يعطونا اياها، احنا ناخذ الصور هذه لا يكون صور متسلسلة، نسويهم صورة واحدة كبيرة حق المنطقة اللي احنا حابين ندرسها، وبعدين نعدل عليها عشان نوضحها، وبعدين نبدي ناخذ منها المعلومات. كم مطولين على ما تجمعين المعلومات هذه؟ او يعني ايش كثر يصير على ما تطلعين الصورة؟ الصورة عادة يعني احنا واصلين لمرحلة ان احنا مسوين كود اللي هو برمجة نحط فيه المعلومات وكله اوتوميتد، يعني احنا نحاول ان احنا نخلي الشغل يكون as optimized as possible. فعندنا بالتيم يعني ما ياخذ وايد ان احنا نخلي الصورة تكون ستيتشد ونعدل عليها، بس من ناحية التحليل هني يدش كل واحد وتخصصه وياخذ وقته على حسب كل شخص وقدراته ايش كثر ياخذ على ما يحلل الصورة ويطلع منها المعلومات. مها قلتي القمر الصناعي الكويتي كم مره يلف حول العالم؟ 4 مرات يلف 4 مرات باليوم؟ اي نفس الموقع يفتر ولا يتغير موقعه؟ هو اكيد لان الكره الارضيه تدور وهو يدور فتتغير المناطق اللي يمر عليها. طيب هو كان سؤال لما يقول طفون الكاميرات من المحطه اللي هني بالكويت؟ اي هو احنا نحط نكتب كود او سكريبت نسميه ان احنا ندزه، فمن خلال المحطه الارضيه هي تدزه للقمر الاصطناعي فخلاص انه هو يعرف ان الحين يسكر الكاميرا هني يبطلها. يعني احنا نتحكم كل شيء. يعني اذا صار غبار مثلا ماكو فائده كذي يطفونه ولا لاسباب ثانيه؟ اي لان مثلا الفضاء يتعرض حق وايد اشياء، تصير نفس العواصف اللي تصير بالفضاء الشمس وهذا تتاثر الاشعه اللي هناك، فبهذه الاوقات انه ما يصير احنا نبطل الكاميرا او نشغل لانه يتاثر الاشعاعات تاثر على القمر الصناعي نفسه. ودك تسال ها؟ اسال ادري خاطرك ادري في عندك سؤال ثاني قول لها. لا الله يعطيهم الصحه والعافيه، فريقهم حتى يراعي انه يتاكد دائما من سلامه القمر الصناعي. توني اي بقول لك ان 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 اذا صار في عطل او خلل منو اللي يسوي الصيانه؟ بالنسبة حق المحطة الأرضية اي احنا نسوي لها. انتو يعني اخر مرة قبل فترة صار فيه عطل، يعني الروتيتر او الموتر اللي بالمحطة الأرضية وقف، فكل الفريق يعني مع بعض تعاون بان احنا نبدل هذه القطعة ونشيلها ونركبها كلها، والحين ردينا نتواصل معه. اقول لك فخور فيهم والله. انا بس الفت انتباه الناس ان الحين احنا قاعد نتكلم عن المركز وهذا مو المشروع. لا لا المشروع اللي احنا افتتحنا الكلام فيه غير عن هذا. اي هذا المشروع القمر الصناعي غير عن المركز. غير عن المركز. طيب دكتور ناصر الاسبوع
لا والله بطوفك شوي بروح حق فهد ما دام مستاني بيسولف شوي تحرش. لكم ورش نبي نعرف الورش اللي تقدمونها حق الناس. يكون مبشاري من جماليات مشروع كويت سات انه ما اكتفى بتطوير المهارات نقول الجوانب التكنولوجيه والتقنيه والعلميه. يعني اقدر اقول ان المشروع هذا اوجد لنا قاده شباب عندهم هذا الطموح وهذا الشغف انه مو بس يعني يشتغلون مع القمر الصناعي وان شاء الله مها ما قصرت شرحت لنا وايد جوانب القمر الصناعي وايضا انفال شرحت لنا شلون يحلون الصور وغيره. ايضا عندهم اللي هي الخدمه المجتمعيه قدموا ورش لمختلف المراحل. الحين لو تسال انفال عن باص العلوم والمجهودات الجباره اللي قاعد يسوونها في اشعال هذا الشغف كما قال الدكتور ناصر في الشباب والاطفال ابتداء من المرحله المدرسيه، لان احنا ندري ان علوم الفضاء تبدا انا اتكلم عني حتى لو انا شخصيا انا حب الفضاء بدا بسبب ان عندي في المرحله المدرسيه كانت في معلمه شغوفه وهي تشرح الفضاء. اي فهم ما شاء الله عليهم الفريق ما وقف داخل الفريق، لا راحوا قدموا ورش مختلفه. حتى اتذكر بالصيف كان عندنا برنامج جيل العلوم ايضا بدعم من مؤسسه كويت التقدم العلمي. كان عندنا ضيوف من قطر والامارات. ففريق كويت سات ما قصروا وقدموا ورشه جميله جدا متعلقه بالاقمار الصناعيه. بعدها يوم سالنا اخواننا القطريين والاماراتيين شنو اقوى ورشه؟ كلهم قالوا ورشه الفضاء. ففعلا يعني ما اكتفوا بعملهم داخل المشروع ايضا تطوعوا خارج المشروع وساهموا في تقديم مختلف الورش لمختلف المراحل العمريه. انفال عيدي لي سالفه الصور الفضائيه اللي تم التقاطها في مجال علوم الفضاء، شنو فائدتها؟ الصور اللي احنا ناخذها من القمر الصناعي تفيدنا وايد من ناحيه الابحاث، بس الاقمار الصناعيه فائدتها بعلوم الفضاء اكبر من بس صور، ففي اقمار صناعيه ممكن احنا ناخذ منها معلومات مختلفه مثل انه يكون عليها مستشعرات وهذه المستشعرات تعطينا معلومات ممكن عن الحراره بالجو او ممكن حراره سطح البحر او ممكن انها تعطينا عن اتجاه الرياح، فهذه المعلومات كلها تفيدنا بحياتنا اليوميه ممكن بتنبؤ بالطقس والتيارات. وهم في اقمار صناعيه تدرس الفضاء الخارجي عشان تساعدنا ندرس اشياء اللي احنا ما نقدر ندرسها من الكره الارضيه نفسها. دكتور ناصر شنو اخر ابحاثكم بما يخص الامر هذا؟ انا اقدر وان شاء الله يوم السبت هذا راح نكون انا والدكتور فهد بنروح اللاب ونشتغل على الميون تلسكوب اللي تو تكلم عنه اللي هو يرصد جسيمات اسمها ميونز تي من الشمس. فاحنا نقدر اصلا نتنبأ عن الطقس الفضائي مثل ما قالت مها شلون ليش احنا نطفي القمر الصناعي؟ الشمس نفسها لها جسيمات تطلع منها، فاحنا بالارض نقدر نتنبأ بالشيء هذا علشان نحمي الاقمار الصناعيه اللي قاعده تلف حوالين الارض. فواحده من الاشياء اللي احنا نهتم فيها ان اذا انت جت لك الشمس وصار عندك على قولتهم نسميها اشعاع شمسي ممكن ياثر على الاقمار الصناعيه، فتاثرت الاقمار الصناعيه معناته الجي بي اس عندك التطبيقات اللي احنا قاعد نستخدمها كل يوم راح توقف عندك. فهذه واحده من الاشياء اللي راح نشتغل عليها ان شاء الله. بس دكتور انا قاعد اديك دكتور مشكور على الترقيه ترى وايد صوتك نازل تكفى. حاضر تمام ادوس على بطنك عشان اسمع صوتك شو تسوي لين اعطني تون يلا دكتور اقول لك مشاري اساله عن ابحاث الفضاء اللي ممكن يعني ممكن تكون بالمركز. تبيني انا اسئله؟ والله عقب ما انت قلت كات بيست اللي هو قاله جاوبني. كلام ابحاث الفضاء. طبعا في اشياء وايد احنا ان شاء الله راح نهتم فيها، واحده منهم هي تطبيقات الالواح الشمسيه، فاحنا ودنا نزيد من كفاءه الالواح الشمسيه طبعا. فراح نسوي وايد ابحاث في الفضاء اللي ممكن يعني نشوف المواد اللي احنا نقدر نستخدمها صح. خصوصا ان الطقس في الفضاء راح يكون وايد قاسي على قولتهم. فاحنا راح نتعلم من الاشياء اللي راح نستخدمها في الفضاء والابحاث هذه كلها ممكن نطبقها في الارض نقدر نزيد من كفاءه الالواح الشمسيه، هذا واحده منهم. التمدد العمراني، نتكلم عن التغير المناخي ما دام انه هو اسبوع الفضاء مالنا. صح صح. عندنا على قولتهم الاجواء البحريه. التلوث. طبعا التلوث اذا صار عندنا اي كارثه احنا نقدر بالضبط نقول انه صار خلينا نقول الكارثه الطبيعيه بالمكان الفلاني ونقدر على قولتهم نصلح الاشياء اللي قريت تقرير ذاك اليوم عن يعني فائده الشغلات اللي سواها ناسا ان الخوذه الفضاء يعني هي نفسها هذه الشاشه شلون ما تشمخ ما حد دقي شلون ما تشمخ فبالتالي كانت بالستينات مسوينها على الخوذه مالت رائد الفضاء سبحان الله شوف بالستينات انا نستعملها فشوف الادفانس تكنولوجي وين كانت موجوده وشلون يعني تسارع الزمن هو هذه طبيعه تفضل هو في نقطه بس هو دائما شنو يقول لك ان البحث العلمي راح يجيب لك منه تطبيقات انت ما تشوف التطبيقات سيده صحيح. البحث العلمي ياخذ سنين
واحنا نشوف تطبيقاتها بعد 20 سنه 30 سنه انت تنظر. الله يعطيكم العافيه. في كلمه اخيره عندك؟ انا بس حاب اقول ان هذا المركز، مركز الكويت الوطني لابحاث الفضاء، راح تكون له عوائد بحثيه علميه تكنولوجيه اجتماعيه بيئيه اقتصاديه امنيه على الكويت. نعم. لكن ايضا المركز في دلاله رمزيه، هو رساله لابنائنا لشبابنا لاطفالنا ان علوم الفضاء ما عادت مجرد حلم. نعم. يعني الحين لو ياك ولدك او بنتك قالوا لك ان انا ابي اصير عالم فضاء في المستقبل، ما عاد مجرد حلم، الان طموح وهدف يقدر يسعى له، لان الان عندنا في الكويت مركز وطني لابحاث الفضاء، هذا كله اتى من هذه الرؤيه الحكيمه لحضره صاحب السمو. ولا يمكن ان ننسى ان نشكر مؤسسه الكويت للتقدم العلمي، هذه المؤسسه العريقه اللي ظلت يعني في سماء الانجازات منذ تاسيسها الى اليوم، واخص مجلس اداره مؤسسه الكويت للتقدم العلمي واللي راسها حضره صاحب السمو على تحويل هذا الحلم الى واقع، الكويت اليوم والكويت المستقبل. برافو، الله يعطيكم العافيه، مشكورين وايد، اسال الله يوفقكم ان شاء الله. خلكم معنا، راح نقابل دكتور علي القطان عن كبار السن. كبار السن امر جدا مهم. لما توصل لمرحلة أن تيني وحدة وتقول لي أنا بقول لك قصتي، قلت لها شنو قصتك؟ كانت تقول لي أنا يعني أتعالج في المستشفى وعيالي يجون عندي مع بناتي وعيالهم، كبيرة بالسن. تقول طلال شنو الشعور يكون لما أنا أكون يعني ما أخذ الأدوية وهم على بالهم أن أنا نايمة، بس أنا مو نايمة وأسمعهم يتكلمون، إيه شنو الورث اللي بيأخذونه مني؟ تقول أنا أم تقطعت. الأب والأم لما يسوون الأعمال حق عيالهم يسوونها من قلبهم، لكن ترى هي مو العكس، ها؟ العكس شعور جدا مختلف. عيالكم يمكن ينظرون لكم أن في أمر مؤقت وأنه بيأخذون كل الجهد اللي أنتوا سويتوه وكل الحلال اللي أنتوا جمعتوه راح يفسفسونه في يوم أو يومين أو سنة أو سنتين. فأنتوا كأولياء الأمور اللي تعبتوا طول هالسنين وتعبتوا وربيتوا عيالكم، إذا قدرتوا تسوون شيء اسمه وقف، لكن وقف، أنا ما أتكلم عن وزارة الأوقاف ولا الأمانة، أتكلم عن الوقف اللي تروحون وزارة العدل وتقولون هذه أملاكي، هذه أملاكي حق عيالي لمدة 25 سنة وتوقعونها، يمسكونها ما حيتصرف فيها، أو تتخذون إجراءات ثانية مع المحامي بحيث أن أنتم تضمنون أن هالأمور هذه ما تتفسفس في يوم وليلة، وما يصير فيكم نفس الموقف اللي صار مع الله يحفظها ويطول عمرها اللي يتني تشتكي لي في هذا الأمر. أمور كثيرة يحسون فيها الأب والأم لما يكبرون بالعمر ويحسون أن عيالهم بس ينطرون الزلة، ينطرون أي شيء عليهم، يخلونهم يصير مثل الأبجورة في البيت، دشيت لقيته، ما دشيت مو موجود، توفى أبي الفلوس. ترى هذا واقع اللي أنا قاعد أتكلم عنه. شلون نعتني في كبار السن؟ شلون نعتني في الثروة الكبيرة الموجودة عندنا في بيوتنا؟ إذا فعلا احنا عندنا قلب، ها؟ اللي ما عنده قلب هالحكي هذا لا يفيدك، طف التلفزيون ولا تطالعني شنو أنا بقول مع الدكتور علي القطان. خلكم وياي.